موجة جديدة من الاعتداءات تطال الناشطين والمتظاهرين في العراق، فمن البصرة حتى بغداد تنشط الميليشيات والقوات الحكومية بمطاردة الشخصيات الفاعلة في التظاهرات في محاولة لإخماد الحراك الشعبي المتصاعد. القتل المباشر والإخفاء القسري والتعذيب لم يفرق بين ناشط أو ناشطة، مسعف أو مسعفة. وما جرى مع الناشط انتصار ناهي مثال على وحشية هذه السلطة في تعذيب المعتقلين، حيث كشفت عن تعرضها لتعذيب شديد بمختلف الوسائل، وكل ذلك بهدف إرهاب المتظاهرين ودفعهم إلى إيقاف الحراك. وتتقاسم القوات الأمنية والميليشيات مهام ضرب قادة الحراك الشعبي، حيث تتولى القوات الأمنية مهمة اعتقال المتظاهرين بذريعة التظاهر غير المرخص أو التحريض على الدولة وما إلى ذلك من حجج واهية. وفي الجانب المظلم تتولى الميليشيات مهمة خطف المتظاهرين وتغييبهم أو قتلهم مباشرة، فتقوم الحكومة باتهام طرف ذلك بالقيام بهذه الجرائم وتسجل القضية ضد مجهول، وعندها يضيع دم الناشط المقتول. استهداف الناشطين يتزامن مع حالة غليان شعبي من تردي الواقع الاقتصادي واستمرار تخبط الحكومة في فشلها بالنسبة لمعالجة القضايا المهمة للشعب، حيث تريد الحكومة وميليشياتها القيام بخطوة استباقية تستهدف حاملي راية الثورة، خوفا من موجات غضب جديدة تطيح بالمنظومة الحاكمة. لكن ما لم تدركه هذه المنظومة أن رفع وتيرة القمع يولد حراكا ارتداديا وإصرارا شعبيا أشد صرامة، وشواهد ثورة تشرين كثيرة في هذا الاتجاه.